consensus émergent. مقاربة الجزائر وتجربتها في مجال مكافحة الإرهاب وفرض السلم والأمن في منطقة الساحل كان محور يوم دراسي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بحضور ممثلي المعهد النيجيري للدراسات الشاملة وعدد من سفراء الدول الإفريقية. تقوم المقاربة الجزائرية الأمن والسلم في الساحل الإفريقي على ثلاث مبادئ أساسية: قانون الشرع الدولية، من ثم احترام سيادة الدولة، عدم تدخل في شؤونها، اثنين التشاركية، وثلاثة هي الديناميكية. وأظن أنه اليوم بقرار الجميع التجربة الجزائرية في هذا المجال تحظى بثقة الشركاء في منطقة الساحل الإفريقية، ولكن أيضا هنالك حاجة ملحة مع التطورات التي تعرفها ظاهرة الإرهاب، ضرورة إعادة النظر في البناءات الأمنية في منطقة الساحل، والعودة للقواعد الأساسية لضرورة لبناء منطقة أمن والسلام والتنمية في القارة. الحل نتاع الأزمات داخل إفريقيا يكون بيد الأفارقة لا غير. أنتم شفتم الشعار نتاع اليوم الدراسي اليوم هو ماسينيسا اللي كان شعار إفريقيا للإفريقيين، وكوامي نكروما حتى هو كان حامل نفس الفكر، يعني كان هناك استمرارية في التصور. المناسبة كانت فرصة للتذكير بموقف الجزائر الثابت في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حسب ما ينص عليه القانون الدولي. النظام المغربي تأكد أنه من خلال الشرعية لن يعترف له باحتلاله للصحراء الغربية وسيخسر، وعند نتائج الاستفتاء ستكون لصالح الاستقلال 100%. إذن بدأ يعمل على نصف خطة السلام وعرقلتها، وأصبح يستعمل وسائل أخرى وأساليب أخرى تعطي الابتزاز، مثل ما استعمال الهجرة السرية أو يعني الضغط على الدول الأخرى من خلال التجارة بالمخدرات وتمويل المنظمات الإرهابية. بناء وخلق قيم جديدة في منطقة الساحل هو المسعى الذي تطمح إليه الدول الإفريقية لتوحيد وتأمين القارة السمراء من كل الأخطار الخارجية والمساهمة في التنمية المستدامة.